لإيصال رسالته إلى من شاء من عباده ليخبرهم أو يأمرهم بما فيه الهداية والخير. بعث الله تعالى رسلا وأنبياء، وعن طريقهم علم الله تعالى الناس كيف تصلح حياتهم وكيف يسعدون. منهم خمسة هم أولو العزم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقط معنى الإجازة جميع الجلد لبيت